لأني وحش. يا هلا وغلا ومرحبا، يا هلا والله بكل من يسمعنا في برنامج خليك وحشمي. أنا أخوكم وليد الخضير، بعد غيبة رجع لكم من جديد في البرنامج اللي يأتيكم كل يوم أحد ويوم أربعاء على مدار ساعة كاملة من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصرة. بكون أنا وياكم وزميل إبراهيم من خلف الكنترول، اللي حاب يتواصل معنا على 011-217-85-85 أو 012-61-61-100. أيضا بعد شوي راح نفتح البث مباشرة، اللي حاب يتواصل معنا صوت وصورة عن طريق الانستغرام، حساب الإذاعة في الانستغرام ALIF ALIF، أو يكتب بالعربي ألف ألف أف أم ويطلع لحسابنا ويشوفنا مباشرة من خلال الاستديو. أيضا من يقدر يوجه سؤاله من خلال حسابنا في الانستغرام. اليوم راح على ما جهزنا إبراهيم البث وتكونوا معنا من الآن، روحوا اليوم راح أتكلم عن الترهلات. كثير من الناس تعاني في الترهلات في الجسم، وكيف تتخلص من الترهلات، وكيف تشد الترهلات بالأكل والتمارين. التمارين لها طريقة معينة بحيث أنك تشد الجسم. في ناس كثير تستعجل، يفكر انه لما يروح اول مره يشترك في النادي يبدا على طول حديد، يفكر انه راح يشد جسمه من اول. فهذا لا، هذا خطا، انت كده تضر نفسك، تسبب لك اصابه بما انه اول مره تدخل عالم التمارين وتدخل عالم الحديد. فلا تستعجل، لا تستعجل. يعطي العافيه ابراهيم، فتح لكم البث الان، تقدروا تروحوا مباشره على حساب الاذاعه. وعلى فكره ترى ابراهيم من الناس اللي انا احبهم والله. يلا فاللي حب يتواصل معنا زي ما قلنا من خلال الحساب الإذاعة في الانستغرام أو من خلال الاتصال. طيب يلا، أيضا اللي حاب يرسل على STC 85-10-40-70-13-13، موبايلي 66-3-1. شكرا لكم من يوجه تحية في الانستغرام. راح نقول لكم لا إله إلا محمد رسول الله. راح نقول لكم الآن كيف تتخلص من الترهلات. الواحد لما يكون وزنه زايد ويبدأ تمارين، ابدأ في البداية تدريجي في التمارين. المهم أول ما تبدأ اعرف في كل حاجة، سواء في التخسيس، سواء في لعبة الحديد، سواء في التنشيف، في كل حاجة. 70% هو أكلك، 70% هو أكلك، الأكل ثم الأكل ثم الأكل ثم الأكل. 30% التمرين، 30% التمرين، الراحة، النوم، هذه هي 30%، ولكن 70% أكلك. يعني أنت الآن لما تجي تجلس تمشي ساعة ولا نص ساعة ولا 45 دقيقة وتخبص شوي في الأكل، ما كأنك سويت شيء. الشيء اللي أنت تخلصت منه رجعته في الأكل مرة ثانية. هذا أكبر غلط، هذا أكبر غلط. خليك ملتزم. أنت الآن وقلت أنا 50 مرة، أنا ودي أشوف حماسكم في الدايت وفي الرجيم وفي تشد الجسم نفس حماسكم لما الواحد يجي يروح يشتري سيارة، ولا نفس حماسك لما الواحد يروح يخطب، ولا نفس حماسك لما الواحد يروح يبغى يسافر برا السعودية. هذا تشوف حماس عظيم، تشوف واحد سبايدرمان، سوبرمان. لكن لما يجي وقت الجد في الرجيم يقولك يا أخي تعبان. وأكثر كلمة تقهرني تلقاه مخبص يعني سنين ويجيك يقول لي كابتن أنا في شهر كم أقدر أنحف؟ أقدر أنحف 10 كيلو. أنا أحفز ليه؟ ليه؟ من قالك؟ النزول الطبيعي للجسم من 5 إلى 6 كيلو في الشهر فقط، من 5 إلى 6 كيلو في الشهر. أكثر من 5 إلى 6 كيلو في الشهر، باي 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 باي. غلط، جالس تخسر صحتك، ممكن يسبب عندك فقر دم، تساقط في الشعر، دوخة، ضعف، ما يكون عندك باور، ما يكون عندك حركة، ما يكون عندك قوة. هذا أكبر غلط. الناس اللي جالس تعتمد على الموية ولا على التمر ولا على مادة رجيم الصيام، هذا أكبر غلط، هذا عذاب أكثر من أنه رجيم. يا عمي ما حد ضاربك على إيدك، ما وراك حاجة، بشويش بشويش.
الدهون هذا بتتخلص منه بشويش. اعرف انت لما تنحف 5 كيلو اعرف انه انت سويت انجاز عظيم في الشهر. لما يجيك الميزان لا توقف، لما تشوف انت حسيت انه وزنك ينزل لما تشوف الميزان ثابت كنسل الميزان. بيبين عندك في ايش؟ في الملابس، في الخصر، في الناس، هذول اللي يهمونك. ترى الميزان احيانا يصدم، في ناس كثيرة غلط 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 كثيرة وقفت بسبب انه الميزان صدمها، والله حرام. لا توقف الميزان، اتركك منه، لا يهمك. الملابس هي الملابس. في ناس الان مثلا ابراهيم يلبس اكس لارج، بعد لما يسوي رجيم يلبس لارج يروح شيك على الميزان نفسه، خلاص انت نحفت. اللي كان يلبس اكس لارج صار يلبس لارج، اللي خسره كان البنطلون مرة ماسك عليه صار شوية يتحرك. هذا ايش معناه؟ معناه ترى الطريقة صحيحة لقياس الدهون من عند الخصر، تنحسب الدهون من عند الخصر، هذا الصح، مش بالميزان، مش بالرقم. لا يهمك الميزان، صدقني لا يهمك الميزان. أوكي، ناخذ صار إبراهيم بعد نكمل. يلا ألو، يا مرحبا، أنت على الهواء يا بطل. ألو، هلا، وعليكم السلام. مسيتم بالخير، ساك بالنور، تعرف عليك. زكريا العصفور من هالحفة، هلا بك، تفضل اخوي سؤالك. انا بس ابي شيء يخليني يعني لما اشوف الاكل اهدى شوي، ما اخش بقوه يعني. وش الحل يعني لما ايه؟ انا لما اشوف الاكل يعني قصدك تتحكم بشهيتك يعني في الاكل؟ ايوه. انا طيب، انا بقول لك شيء الحين. انا لو جيتك ها اوكي وقلت لك معك أبي منك 50,000 تعطيني، بتقول لي لا ما أقدر ما عندي فلوس، صح؟ صح؟ والله تقول يعني. أيوة أكيد. أيوة بتقول ما عندي فلوس. كيف تتحكم بقوتك وأنت ترد الناس وما تتحكم بشهيتك؟ كل شيء بيدك. أنا بيوصل لك فكرة إنه كل شيء بيدك، ما في شيء تأخذه. انسى اللي يقول لك تأخذ أشياء تقلل الشهية والكلام الفاضي ذا. إرادتك ثم إرادتك ثم إرادتك هي الصح. شيء طيب. إيه؟ شيء طيب. أوكي. الآن عندي طول عمر السلام التمرين الطبيعي اللي هو الجري الطبيعي ذا، ولا السيكل؟ في فرق يعني؟ شوف، أنا أقول لك السير أو المشي الطبيعي، عندك المشي العادي والمشي السريع والهرولة الخفيفة، هذا يحرق الدهون بالجسم بالكامل من غير ما يشد. بالنسبة للسيكل أو الدراجة أو الدراجة الثابتة، تحرق وتشد أسفل البطن والأرداف والأفخاذ فقط. شفت الفرق؟ يفضل يعني الطبيعي اللي هو ينحف الجسم بالكامل. أوكي، في سؤال ثاني يا بطل؟ أبد يا بطل. طيب، الناس الحلوة اللي تقول إنه هذا معصب وجالسة يعني شوية أسلوبها جدا حلو، أنا ماني معصب، ما شفتوا عصبيتكم كيف، أنا ماني معصب، هذا أنا أتكلم طبيعي كذا، الواحد يشرح بيده وزي كذا، ما أدري إذا أنتم متعودين على النعومة والشرح النظام، ما أعرف صراحة. طيب، هنا وزني 50 وطولي 155، كذا زين ولا أبغى أثبت لأنه ينزل وأنا ما عاد أبغى ينزل؟ طيب، بالنسبة لطولك يعتبر وزنك يعني مثالي بالنسبة ل 55، إنه المفروض إنه ما يطلع عن 54 وما ينزل عن 49. اللي طولها إذا هي بنت 155، المفروض الوزنك المثالي يكون 54 وما تنزلي عن 49. لما تنزلي عن 49 تدخلي في عالم النحافة، لما تطلع عن 55 تبدي شوية تدخلي في جسمك إنه يبدأ يصير رويان، فتدخلي في عالم السمنة. أوكي، يلا نطلع فاصل إبراهيم، نطلع فاصل ونرجع لكم من جديد. يلا فاصل. لأني وحش. رجعنا لكم من جديد وما زلنا متواصلين في برنامج خليك وحش معي، أنا أخوكم وليد الخضير. اللي حاب يتواصل معنا على 0112175585 أو 0121601600، أو اللي حاب يتابعنا صوت وصورة من خلال حساب الإذاعة في الإنستغرام ألف ألف إف إم أو ALIFALIFFM. طيب، ونعيد بس موضوعنا. طيب، ناخذ بنادي وبعدها نرجع نذكر بالموضوع. الو، يا مرحبا. هلا بك.
امين الله يسعدك ان شاء الله. معكم منادي. منادي اي هلا بك. هلا والله. الله يسعدك اخوي وليد. يعني كلامك متحمس وهذا ايه. بس انا فشلت مرات كثيره في الخطه التغذيه. اه انا زاد وزني 31 كيلو. اي ايش سبب الفشل يعني؟ ما في عزيمه كذا وعندي سكر وتعب نفسي وقولون زي كذا. اه طيب كم وزنك وطولك يعني؟ 80. وزنك 80 وطولك؟ ما أفضل طولي يعني. طيب بس عشان ينحسب الزيادة عندي. طيب خلاص أوكي إن شاء الله. أبشر أبشر يا يعطيك العافية يعطيك العافية. طيب نعيد بس الموضوع اليوم عن شد الترهلات في الجسم وكيف تتخلص من الترهلات. قلنا أنه في البداية 70% هو الأهم الأكل، بعد كذا التمارين. الناس اللي جالسة تسأل كيف تستخدم التمارين عندك، شوف عندك هو يعني أهم حاجة تبدأ فيها الكارديو. الكارديو عبارة عن إيش؟ عندك السير أو عندك تمشي في الشارع، أنت لك الخيار. أنا أفضل اللي أوزانهم عالية جدا يمشي في الشارع أساس ما يسبب له ألم في الركب، أساس السير ما يسبب له ألم في الركب، يمشي في الشارع. المشي ابدأ تدريجي بحيث أنه ما تتعب من أول يوم فتقول خلاص ما أبغى أمشي. ابدأ تدريجي، إذا أنت مش متعود أول مرة تمشي عادي ابدأ 10 دقائق، 10 دقائق، بعدها ربع ساعة، بعدها 20 دقيقة، بعدها كذا لين تبدأ توصل. متى يبدأ حرق جسم الفات في الجسم؟ من 30 دقيقة وانت طالع، من 30 دقيقة وانت طالع. أوكي يعني مثلا من دقيقة لين 30 دقيقة هذا يكون تحريك الدورة الدموية وتسخين الجسم والأشياء هذه. من بعد 30 دقيقة وانت طالع يبدأ حرق الفات أو الدهون في الجسم. القنس اللي في الجسم بالكامل من غير شد، من غير شد. عندكم الجهاز الأوبتيكال أو الكروس أو الاسم الغزال الطائر، عنده كذا اسم. هذا يشد ويحرق الجسم بالكامل. في الدراجة الثابتة أو الدراجة المتحركة أسفل البطن والأرداف والأفخاذ. فأنت لو تلعب مثلا 40 دقيقة، 10 دقائق، 10 دقائق، ممتاز جدا 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 باليوم. هذا راح يساعدك على التخلص من الفات ويساعدك على شد الجسم. الناس اللي تروح تقول أنا توي مشتركة نادي في نادي وبروح أبدأ كارديو وخسس وأبدأ أطلع حديد فوق، هذا غلط. متى تبدأ؟ تبدأ بعد 2 إلى 3 أسابيع تطلع فوق تتمرن حديد. أول ما تبدأ من 2 إلى 3 أسابيع فقط كارديو، فقط كارديو، بعدها تبدأ تطلع حديد. تبدأ إيش طريقة شد الجسم والتخلص من الترهلات؟ هي التكرار، هو التكرار في التمرين، مش الوزن الزايد، لا التكرار في التمرين، بحيث انه نتخلص من الفات اللي مغطي على العضلة وبحيث نبرز العضلة. البنات لا تفكر انه انتو، في بعض البنات وفي بعض الذات تقول لك انا لما اشيل حديد انا ما يبغى يطلع لي، انا ما ابغى يطلع لي عضل. ترى مو بشيل الحديد يطلع لك عضل، في الشيء الخفيفة يطلع لك عضل. ترى العضل مو سهل جدا الواحد يحصل عنه. العضل زي الطفل، انا دائما اقولها من يوم ما انا بديت، العضلة زي الطفل. الطفل يعني تشوفه ينمو، ايش يحتاج له ابراهيم؟ يحتاج له اكل، يحتاج له عنايه، يحتاج له نوم، يحتاج كل شوي يشرب حليب كل شوي. طبعا احنا ما نتكلم على التغيير وما التغيير، احنا نتكلم على الاكل. والله يحتاج له اهتمام قوي جدا جدا. يعني انا شوف والله ابراهيم انا ايش اللي يقهرني؟ في ناس يجيك يقول لك لما اشوفك في الشارع يقول لك هذا طبيعي ولا بروتين؟ لا يقول لك هذا طبيعي ولا بروتين. طيب العضل يتغذى على بروتين يا شباب، ولكن مو انت تنام وتشرب بروتين وتصحى يطلع لك عضل، مش كذا، هي مو كذا، لا ابدا ابدا ابدا. انتم ماخذين فكره مو كذا. الواحد يطلع روحه ويقعد سنين وياكل اكل يعني منتظم بالمسطره وبالوقت المحدد ونسبة البروتين فيه محددة ونسبة الكاربس فيه محددة، وين يعني بعد سنين؟ يعني شوف انت لما تجيب بيبي شوف متى يمشي ومتى يتكلم ومتى زي كذا زي كذا، يبدأ شوية 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 شوية. نفس والله أقرب مثال للعضل هو الطفل. أوكي طيب 0-1-1-2-1-7-5-8-5-8-0-1-2-1-60-1-60-100. أنا للأمانة أنا ودي يصير تفكيرنا زي اللي برا في اللعبة وفي ذا. أنا دائما والله تابع الناس اللي برا، والله إبراهيم ما عمري تابعت أحد هنا في الداخل أبدا،
ولا في شيء، لا في سناب ولا في انستغرام ولا في حاجة شيء أبدا. هناك تشوف عالم ثاني، يعني متقدمين في الأكل، في نوع الأكل، في يعني تحسهم ناس هيلثي كثير. يعني هنا يقول لك لا عادي أنا أكل أي شيء، وبعدين ترى مو كذا، يعني أسلوب حياة زي ما قال إبراهيم، أسلوب حياة مختلف تماما. يعني ترى إذا أنت عندك مشاكل ترى هم عندهم مشاكل أكثر منك، إذا أنت عندك قلة مال هم عندهم قلة مال أكثر منك، ولكن عندهم فكر، عنده ما شاء الله. الواحد إبراهيم لما تشوفه في 70 سنة زي عندنا في 70 سنة، لا لما تشوفه في 30 و35 زي اللي عندنا، لا ما شاء الله ستايل وجسم منظم وترتيب. هذا ما يجي بالحالة ينام ويقوم وزي كذا، لا هذا ما يضرب بالخمسة بالكبسة وبعدها فواكه وبعدها تمر وبعدها لبن وبعدها مدري وش، يعني المعدة تتحمل إيش؟ ولا وهي قاعدة تسولف مع خوياتها قهوة وحلا، وبعد الحلا سنيكرز، وبعد الشوكولاتة ذي مدري إيش، وبعدها مكسرات، وبعدها مدري إيش، وآخر شيء تفكر إنه يريحون، لا يلا ينادون الشغالة تجيب الأكل. هذا يعني ممكن في اليوم، في الوجبة هذا في اليوم الواحد هذا يعني 7000 سعرة حرارية جابه. فما في أحد يسوي زي كذا، انقرضه. ويمكن أول زمان يعني حتى والله أمهاتنا وذا زمان ما كانوا زي كذا يعني، وكان أكلهم أصح يعني حتى. فكل شيء بيدك، ترى أنا بوصل لك صورة إنه كل شيء بيدك، إذا خربت راح يخرب جسمك، وإذا ضبطت راح يضبط جسمك، في الأكل، في النوم، في التمرين، في الحياة، في كلها. طيب ناخذ اتصال وبعدها نرجع. يلا أوكي. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت على الهواء يا بطل. أبغى أدخل مع أنت على الهواء يا حبيبي، يا أخ يا فاضل. أنت حياك الله. الله يعطيك العافية أخويا. أعطيني اسمك بس يا بطل. عليك. أعطيني اسمك. معاك عبادي بن ناصر. هلا بك يا عبادي، قول. حياك الله يا أستاذ الفاضل. بسألك سؤال للناس، بالنسبة للي عندي زميل لي نباتي ما يأكل اللي هي البروتينات اللي هي اللحوم والدجاج، يعني هل ممكن بالنظام هذا النباتي يقدر يبني عضل؟ شوف يعني شوف الناس. لا شوف شوف شوف، العضل يحتاج التنوع في مصادر البروتين ما بين الحيواني والنباتي. أما إذا أنت تعطيه بس نباتي نبات، أي جسم إذا مشيت على نظام واحد بيتعود فيوقف ما يستجيب، لأنه خلاص زي ما أنت تروح من مكان واحد طول عمرك تطفش تبغى تشوف شيء جديد. فلازم تنوع في مصادر الأكل، البروتيني، البروتين الحيواني والنباتي. ف... إذا كان الشخص يعني على قولهم فيجيتيريان يعني ما يأكل إلا أكل نباتي، يعني صعب ما يتقبل لا السمك لا يتقبل لا اللحم لا الدجاج. بس هي نسبة البروتين العالية في الأشياء هذه، في السمك وفي اللحم وفي الدجاج. أنت عارف عشان الواحد يبدأ بس يطلع عضل خفيف لازم تضرب وزنك أنت مثلا، أو وزن خويك إذا كان 80 لازم يضربه في 2، فاثنين يطلع له 160 جرام يوميا صافي بعد الطبخ يحتاجه يوميا في وجباته. هل تعتقد أنه في شيء نباتي بيوصله إلى 160 مهما أكل؟ متى بيوصل 160 جرام بروتين صافي؟ يعني إذا كان الفول والأشياء البقوليات والعدس والأشياء هذه يحتاج لوقت، يعني نسبة البروتين فيها يا 10 يا 12 يا ذا، فيحتاج كم يأكل عشان يوصل 160؟ لكن إذا أنت تتكلم على الدجاج، 100 جرام الدجاج ما بين 24 إلى 30 أو 31 جرام بروتين، اللحم 26 إلى 28، السمك 21 إلى 24، عندك أشياء ممكن يعني. فشو بالسهل توصل لو تاكل 5-6 وجبات، فمن بالك النباتي كم يحتاج وجبة عشان يوصل يعني. جميل جدا. آخر سؤال يا دكتور أستاذي فاضي، الله يعطيك العافية. قول. بالنسبة عندي الوالدة أبغى لها أسوي لها موضوع عن الرجيم وكذا، وأنا فاهم في الشيء هذا قليل يعني. لكن في معضلة إن هي عندها عدم انتظام ضربات القلب، هي ما هي كبيرة مرة بس عندها المرض هذا، فإيش الطريقة اللي تتوقع المناسبة؟ يعني إني أخاف إنه مثلا تسوي مجهود على طيب السير. الدكتور اللي يتابعها هل يقول الحركة مضرة لها؟ ويقول المشي تمشي مسافات ما في مشكلة، لكن مثلا ما تطلع على السير والدراجة. طيب خلاص كدا. المشي كفيل بأنه ينزل وزنها. أنت تبغى تنزل وزنها، أفضل وزنها. أفضل حاجة في حرق في تنزيل الوزن اللي هو المشي مع تنظيم طيب الأكل وبالعكس. هل لها مدة معينة أستاذ الفاضل؟ قلت لك أنا من بعد 30 دقيقة يبدأ الجسم يحرق الفات، ولكن إذا هي مرة كبيرة خليها تبدأ تدريجي، وخليها الأكل يكون منظم بيجيب معاها مرة نتيجة، ما يحتاج لا سير، العمر أكيد لها، فما يحتاج لا يعني ما يحتاج لا دراجة ولا ذا. أنت تبغى تنزل وزنها عشان صحة القلب،
والأفضل لها كمان الأكل المسلوق والأشياء اللي قليلة الملح والزيوت، وهذا جدا ممتاز للقلب. الله يخليها إن شاء الله ويطول بعمرها كل أمهاتنا وأمهات المسلمين يا رب إن شاء الله. يعطيك العافية، أفضل دعوة منك. كل الأمهات على رأسنا، أمك أمي والله، أنا أعتبر كل أم والله مش عشان الهوى كلام، أنا ما يهمني، بس إنه كل أم يا أخي شيء فوق الرأس والله. يعطيك العافية، قدرك دنيا وآخرة. آمين وياك حبيب، شكرا، يعطيك العافية. نطلع فاصل إبراهيم، بعدها نواصل. يلا رجعنا لكم من جديد، وما زلنا مكملين في برنامج خليك وحش، معنا اخوكم الكابتن وليد الخضير. اللي حاب يتواصل معنا على 011-217-85-85 او 012-61-61-100 او عن طريق البث في الانستغرام الخاص بالاذاعه الف الف اف ام. طيب شوف، الناس اللي تقول احنا كنا نتكلم عن موضوع الترهلات وكيف تشد الجسم، ابعد عن اي طريقة او اي نظام جديد. يعني اللي يقول نظام الصيام ونظام مدري، واسمع اسماء ما الله بها عليم، السهل بيمشي معك، السهل بيمشي معك، انت مش داخل حرب ولا معركة ولا شيء، السهل بيمشي معك صدقني. لا تقول أصوم عكسي، صيام عكسي وأصوم مدري أيوم الأشياء هذه، لا وقعد أحرم نفسي. والله شوف، لو تاكل يعني 3 إلى 4 وجبات يوميا في التخسيس بتنحف. شوف أنا أقول لك والله بتنحف، ولكن كيف تحسبها هنا السؤال. احسبها يعني شوف، أنا بعطيكم برضو طريقة جدا سهلة لله فلله. والله شوف، عشان تعرف كم تحتاج سعرة حرارية بناء على وزنك الآن، وزنك مثلا لو قلنا 90 أو 100، نقول 100، المية وزنك أيا كان أضربه في 30، أضربه في 30 يطلع لك عدد السعرات الحرارية اللي تحتاجها الآن بناء على وزنك ذا، بس ابدأ نقص. شفت كيف سهلة؟ لا تقول يا أخصائي تغذية ولا ما أدريش، ابدأ نقص، لا تحرم نفسك. إذا بديت تنقص تدريجي جسمك بيعوض من المخزون عشان يحقق المطلوب، التارجت المطلوب. شفت كيف سهلة؟ وزنك في 30. عيسى يلا ناخذ عيسى وبعدين نكمل. ألو، طيب أوكي ارجع عيسى كلمنا مرة ثانية، مو مشكلة. وزنك في 30، عرفت وزنك في 30 وبيطلع لك عدد السعرات الحرارية بناء على وزنك الآن، ابدأ نقص تدريجي، ابدأ نقص تدريجي. مثلا واحد زي مثلا واحد يقول لك أنا أحتاج 3000 سعرة حرارية، يروح عند أخصائي تغذية ولا ما أدري إيش، يقول له نستخدم 1200. حرام النزول ذا كله، من 3000 تنزل إلى 1200 سعرة حرارية في اليوم، حرام جدا، عذاب. هذا اللي يخلي رجيمك يفشل، هذا اللي يخليك تتعب، هذا اللي يخليك تكره الحرمان مباشرة، مو كويس. وتخيل واحد كان ياكل كل شيء وجبات سريعه وفاست فود وما ادري ايش من الكلام هذا، يجي يقول له اخصائي التغذيه شوف خذ صامولي في الصباح وخذ قطعه جبنه في الليل وخذ ما ادري ايش وبس، يقول لك انا ما شاء الله حادري مريض انا. هذا اللي بيوصلك للنتيجه. اوكي عيسى مره ثانيه. الو يا مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك، من وين يا عيسى انت؟ من جده. قول يا عيسى. الحين انا وزني تقريبا 90. طيب قولي 170. ايش افضل طريقه ان انا انزل وزني بسرعه، بما انه انا امشي كثير واجري كثير بس بحس ان وزني دائما بس. سكر فمك. سكر فمك يعني على ايش اكلك يا عيسى؟ هنا السؤال. والله انا دائما احاول ان انا ابعد عن الرز والمكرونه، بس انها لازم تجي في الاسبوع يعني. لا يعني طيب تجي في الاسبوع. طيب اعطيني مثلا زي امس ايش اكلت في اليوم؟ والله رز ما شفت. هذا انت تجاوب على نفسك، انت تجاوب على نفسك. هل الرز مسلوق؟ يعني يعتبر تقريبا مسلوق. كيف كيف في تقريبا يعني؟ وين سويته، في البيت ولا اخذته من المطعم؟ البيت سووه في البيت. يعني امك اللي سويتها يعني؟ لا زوجتك اللي سويتها. نعم. اوكي زوجتك اللي سويتها تستخدم زيت زيتون. زيت زيتون. زيت زيتون. انت قايل لها تحطي في الرز زيت زيتون ولا استخدمت الزيت العادي والكشنه والبصل والطماط والاشياء ذي؟
لا هي أصلاً يعني أكثر طبخة نحن بزيت الزيت. إيوه بس تحت زيت عادي تكشن وكل شيء. إيه. إيه سلم لي عليه. طيب إبراهيم لازم الرز مسلوق. الرز لازم يكون مسلوق يا إبراهيم. وتاكل يعني. يعني ماكسيمم لك من 7 إلى 8 ملاعق في الـ في الـ في الوجبه الواحده رز. ما تكثر عن 2 كارب في اليوم. اوكي ما تكثر عن 2 كارب في اليوم. الباقي بدون يعني تدخل سلطه معاها زي كذا فواكه اشياء زي كذا. صدور الدجاج تستخدم من الدجاج الصدور فقط وتكون مشويه او مسلوقه بدون جلد ولا عظم. طيب معلش يعني الحين مثلا وجبه الفطور يدخل فيها مثلا توست او ممكن تدخل فيها مثلا تاخذ مثلا 4 حبات بياض بيض واحدة فيها صفار مع قطعة تست بر ممكن أو تدخل مثلا شوفان قليل الفات مع حليب خالي الدسم وتحليه بالعسل الصافي ممكن أو كورن فليكس اللي هو الفتنس اللي هو الدايت مع حليب خالي الدسم وتحليه بالعسل برضو ممكن كل هذا عندك يعني متاح. طيب هلا بك. طيب يعني شوف عندك خيارات كثيرة مش يعني خيار واحد يعني لا تفكر انه الواحد ترى تقدر تفطر اشياء كثيره في في الدايت يعني مثلا عندك قلنا مثلا بياض البيض هو دائما ليش الناس دائما تقول بياض البيض بياض البيض هو الوحيد اللي فيه بروتين فقط من غير فات ولا سعرات حراريه ولا شيء فيه له 4 الحبة الواحدة بياض البيض فيها 4 جرام بروتين لكن تخيل الصفار الصفار بالحالة فيه نسبة عالية من الكوليسترول وفيه نسبة عالية من الفات وفيه له 6 جرام بروتين فعشان كذا يقول لك 4 حبات بياض وواحدة صفار أوكي زي كذا معها قطعة تست بر أوكي عادي عندك مثلا كورن فليكس اللي هو الفتنس شوف انت دائما شوف المعلومات الغذائية دائما ركز على المعلومات الغذائية في ناس يقول لك مثلا المعلومة الغذائية الفات فيها 3 الفات المتحول 0 ممتاز ولكن لما تروح للسكر تلاقيه 13 جرام أو لما تروح للصوديوم تلاقيه 240 جرام ترى كلمة صوديوم معناها ملح لازم تعرف كلمة صوديوم معناها الآن الناس بدت تفهم وبدت تتناظر في الموية بدأوا حتى الشركات لما عرفوا أن الناس بدأت تفهم بدأ يطلعوا منتجات اللي هي زي الصوديوم قليل الصوديوم هذا ممتاز يعني أنا يعني لما كنت مسافر آخر مرة هذه ورجعت والله في الفلبين والله المويات العادية شوف لا كاتبين لو صوديوم ولا ما أدري إيش يعني الموية العادية رخيصة يعني ما تجيك ولا بنص ريال أكثر صوديوم عندهم 1 صوديوم تخيل متعودين من أول إحنا عندنا كانوا يحبون شركة والله العظيم 24 جرام صوديوم وذا ليه وين عايشين هذا كله ترى يأثر على الكبد ها كله يأثر على الكبد الموية اللي أنت جالس تشربها تحسبة تصفي كلها تأثر على الأملاح فأنت جالس تشرب أملاح 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 الآن بدأوا يعرفون إنه الناس بدأت تتفتح فصاروا يطلعون لكم منتجات لو صوديوم وزيرو صوديوم والأشياء وزي كذا وزمان كانوا يخلونك تشرب موية الأطفال لما تروح تشتري موية الأطفال هذه ب6 ريال يقول لك أنا قد أشتري ب6 ريال لا الآن صاروا يطلعون بريال وبنص ريال وذا لأنه شافوا أنه الناس بدأت تفهم يعني إذن عندك ممكن تأخذ اللي هي الشبورة نخالة تحطها مع الشاهي برضو هذه الصباح حلوة بعدها بالشوف دائما في السناكات عندك سناكات كثيرة يعني ترى شوف الناس اللي ماخذة يعني زي واحد أرسل لي في السناب قبل يومين أو ما أعرف يقول لك إيش أفضل شاهي أخضر عشان أستخدم للتخسيس الشاهي الأخضر يا حبيب يا حبيب الشاهي الأخضر ما ينحف الناس اللي تعتقد أن الشاهي الأخضر ينحف غلطانين الواحد لما يروح العطار وياخذ في شركة شاهي اسمه شاهي ما أقدر أقول الشركة بس شاهي يخليك تدخل تكرمون الحمام على طول يفكر إن واحد ينحف لا ترى هم أذكي حاطين فيه سنة مكي السنة مكي هذا يسبب لك يغسل البطن غسل فأنت تفرح تقول أوه هذا مشى بطني بينحفني لا سنة مكي هذا يغسل البطن ما في شاهي أخضر يحرق دهون الشاهي الأخضر تشربه بعد الوجبة يساعد على الهضم ويحسسك بالراحة هنا ممتاز جدا هنا ممتاز جدا اللي يساعد الزنجبيل يساعدك على حرق الدهون عندك القرفة تساعد على حرق الدهون هذه أوكي عندك البقدونس برضو ممتاز يعني الأشياء اللي زي كذا لكن الزنجبيل الشاي الأخضر لا أحد يقولك الشاي الأخضر يحرق فات ها عشان ما حد يضحك عليك يلا
شاي اخضر اسمه ايش؟ صيني. طيب هو الشاي الاخضر الحب الصيني بس انه ما يحرق يا بطل ترى. فواكه يعتبر سناك. ايه الفواكه، شوف الفواكه دائما تركز في الفواكه في السناك. الاناناس رقم واحد في كل حاجة، اناناس رقم واحد في حرق الدهون، الاناناس ممتاز. ولكن مشكلته انه لو اكلته يومين ثلاثة ايام دائما تنتبه لانه بيدخلك الحمام كثير. تكرموني ما بقعدك شوية، يعني اعرف لما اقول حمام يعني تكرمون، بيدخلك حمام كثير لانه يمشي البطن ويحرق. دائما الفواكه رقم واحد في العالم كله اناناس، بقول لكم بالترتيب، بعدها الكيوي، بعدها الجريف فروت، بعدها خلاص عاد تاخذ عاد البرتقال والتفاح الاخضر. لكن رقم واحد واثنين اناناس كيوي، ثلاثة جريف فروت. هذه ممتازة جدا، تقدر تعتبرها سناك بين كل وجبة وجبة. تاكل تفاح اخضر كل بالكمية اللي تبي، مسموح لك. الاناناس كل بالكمية اللي تبي، ممكن تسوي سلطة فواكه اناناس كيوي برتقال تفاح اخضر، رهيبة جدا ممتاز. يعني شوف عندك اشياء كثيرة. مليت سلطة ممكن تعتبرها سناك، السلطة الخضراء. ابعد عن الطماطم، الطماطم مشكلتها انها تحبس المويات في الجلد، الطماطم تحبس المويات في الجلد. الملح لا تحط ملح، ممكن تستبدله بالليمون، تعصر الليمون. عرفت؟ السلطة الخضراء عبارة عن خس، جرجير، بقدونس، سماق، ملفوف. وهذه ممتازة ترى على فكرة لمرضى السكر، لأنه الملفوف يضبط مستوى السكر في الدم. الملفوف يضبط مستوى السكر في الدم. أوكي؟ إيش في الأناناس؟ الأناناس قلنا رقم واحد في حرق الدهون بالنسبة للفواكه، رقم واحد في حرق الدهون بالنسبة للفواكه. طيب عرفتوا، هذا هو الأناناس. طيب نطلع فاصل إبراهيم، نطلع فاصل وبعدها نواصل. يلا لأني وحش. رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، برنامج خليك وحش، معي أنا أخوكم وليد الخضير، ومن خلف الكنترول زميلي إبراهيم اللي يعطي العافية جالس يعني يفتح لكم البث اللي حاب يتابعنا في الانستغرام الخاص بالإذاعة ألف ألف أف أم أو ALIF. بتلاقونا الآن وتقدر تسأل سؤالك وحن نقدر نجاوبك، أو تقدر تكلمنا على 011-217-585 أو 012-161-161-100. طيب الناس اللي جالسة تقول عندهم ترهلات في البطن وفي الأشياء هذه، شوف أصعب مكان تتخلص منه البطن، ولو قعدت يبغالك وقت طويل عشان تجيب نتيجة في البطن، ولو خربت شوي بيروح اللي انت سويته كله. لا تبدأ حاجة إلا وانت عندك استعداد انك انت تسويها. في اللعبة هذه أو في التخسيس أو في هذا لا تستخسر ريال واحد أبدا فيها، صدقني لا تستخسر ريال أبدا واحد فيها. يعني أنت لما تروح تشتري شنطة ما تستخسري، لما تروح تشتري عباية ما تستخسري، فما بالك جسمك اللي راح يلبس العباية وراح يلبس الشنطة وراح تتزوجي وراح تجيبي عيال وراح 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 وراح. وين الأهم، جسمك ولا العباية ولا الشنطة ولا السفرة ولا ذا ولا المطعم ولا ذا؟ وين الأهم؟ وانت ايش الأهم، جسمك ولا السيارة ولا يعني انا ما اعرف ذا ولا الساعة اللي بتشتريها ولا الشوز ولا ذا، ايش وين الأهم؟ لما الواحد تقول له هذا الشيء النادي بيكلفه كذا يقولك لا يا عمي، وتلقى بعد شوي مشتري حاجة بزي كذا. لما تقول له اشتري أكل بزي كذا يقولك لا يا عمي، وتلاقيه يروح ماخذ وجبة بذا ولا ساعة. فكر فكر، والله شيء سهل جدا. وأنا عارف لو بقدر أتكلم من هنا لين بكرة ما في شيء بيتغير. ناخذ فاطمة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بك أختي تفضلي. لو سمحت أنا أبغى أسوي رجيم بس مشكلتي إنه عندي سكر، يعني ما أعرف إيش اللي لازم أتابعه كذا، يعني أمشي معه سري. شوفي السكر اللي عندك فيه نوعين من السكر، اللي هو السكر الوراثي اللي أول معاك، وفي السكر النوع الثاني اللي هو يجي بعدين. فأنا ما أعرف أي نوع سكر جاك، يعني هل هو كان عندك من البداية أو لا لسه جايك؟ لا يعني توه تقريبا من 3 سنين. إيه هذا يسمى السكر النوع الثاني. هذا ما منه يعني، هذا أوكي. شوفي
الدايت بالنسبه لمرضى السكر يعني ممتاز يعني سهل جدا. ما حد يعني انا انت شوفي يعني ادخل الى حسابي في السناب او الانستغرام كابتن وليد الخضير بس اسم بعدين ترسلي بس اسمك ووزنك وطولك والمشكله اللي عندك وانا ارسل لك ان شاء الله نظام غذائي ولا يهمك ان شاء الله. هلا بك هلا بك اختي هلا والله هلا بك. طيب ناخذ محمد. محمد السلام عليكم. هلا بك يا محمد هلا والله. هلا بك تفضل يا محمد. الله يسعد حبيبي. آمين. بس ثلاث استفسارات بعد اذنك. امر تفضل. هلا بك. الاستفسار الاول، انت في مره قبل فتره قلت معلومه انه بالنسبه للبروتينات اللي هي البودره اي المكملات البروتينات مثلا زي اسران زي الايز والاشياء هذه انه اذا اخذتها وما سويت مجهود ترسب لك. ما تمرنت حتى لو ماشي طب لو مثلا اخذها الصباح مثلا مع الشوفان ورحت العمل العمل لا العمل ما العمل وش عملك انت؟ انا موظف يعني ما اشتبي. ايه طيب كيف وين الحركة المشي 30 دقيقة وذا ما في لا ما نصيحة لا نصيحة لا طيب انت ليه بتستخدمه اصلا مدامك انت ما تتمرن ايش هدفك؟ لا انا عندي نادي، انا فالنادي روح المساء. طيب خلاص عادي خذه اذا انت تتمرن يعني ما انا تتمرن هي اتمرن مساء مو صباح. ايه مو مشكلة ايش هدفك في التمرين؟ اللياقة تخسيس. طيب انت يعني تبغى تخسر كل شيء يعني قصدي شوف في ناس يقول لك تخسيس ابغى احرق فات وابني عضل، وفي ناس يقول لك لا ابغى اخسر وزن وعضل اهم شيء ينزل وزني. انا ما اعرف انا اخسر فات واخلي العضل على مستوى واني اكسب العضل. انك تكسب عضل اوكي حلو. كم لك تتمرن وتلعب حديد؟ تقريبا الحديد يعني لي شهر وحاجه تقريبا. طيب حلو قبل شهر قبل شهر لا تستخدم بروتين ابدا. اذا انت تلعب حديد من 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 قبل شهر اللي يقولك استخدم حديد البروتين لا تستخدمه ابدا. اذا عديت شهر اوكي على حسب يعني انت الان خلينا اقول انت كم وزنك يا بطل وكم طولك؟ والله طول 170 الوزن تقريبا يعني الان تدر 104 103 تقريبا. طيب شوف تسمع نصيحتي تفضل لا تستخدم بروتين الان لا تستخدم بروتين الآن أبداً. عندك وزن مرة عالي أنت تخلص من كل شيء أول. نصيحة لين أنت إذا 170 وزنك 100 وأنت عندك 34 كيلو زيادة مظبوط لا تستخدم. خلي الحديد للتكرار عشان تتخلص من الفات عشان جسمك ينشد. بعدها لما يكون وزنك 85 يعني عندك 15 كيلو زيادة ابدأ فكر في البروتين وابدأ عشان تبني عضل وتخسر فات. الآن حرام جالس تدفع فلوس البروتين حرام. نصيحة حرام ما راح تستفيد منه أبدا راح يطلع حرام. نصيحة نبغى نتخلص من 30 كيلو على الأقل يكون وزنك 80 أو 85 بعدها ابدأ فكر. الآن الآن اخسر كل حاجة، اخسر الفات اخسر المويات اخسر كل شيء ولكن بعقل يعني لا تخسر لا تتعب نفسك يعني من 5 إلى 6 كيلو في الشهر. طبعا انت عشان وزنك عالي بتنزل اكثر في البداية اي الحمد لله ايوه عشان وزنك عالي بعدها بتوصل مرحلة بيوقف شوية وزنك ايوه اوكي. طيب بالنسبة للاستفسار الثاني بعد الاخير انا بالنسبة وجباتي في اليوم الحمد لله يعني منظمة يعني ما فيها تخسيس تمام ما شاء الله لكن يعني نوعا ما في الفطور انا مو اخبص يعني اكل مو صحي اكل صحي بس اني اكل اكثر من صم وشو يعني اعطيني يعني مثلا الصباح اخذ لي مثلا شويه شوفان شوفان انتبه ترى في شوفان في نسبه الفات والسكر وذا عاليه الشوفان انتبه ترى يعبيك لا تفكر ان الشوفان ليش الناس تاخذ شوفان الصباح عشان اشبع يعني في له الياف كثيره في حسك في الشبع لمده طويله ولكن شوفان عن شوفان يفرق. انت لما تيجي تستخدم الصباح خذ النوع مكتوب عليه سريع التحضير هو هذا استخدمه ايوه اوكي ولكن في انواع في شيء عالي نسبه الفات اللي فيه هذا مره ما ينفع في شيء يعني نسبه الفات فيه قليله خاصه الاشياء المستورده نسبتها قليله وممتاز جدا ويتحضر بسرعه استخدم المستورد ايه خلاص انت دائما ناظر المعلومات الغذائيه نسبه الفات المتحول ترانس فات والفات المتحول والمشبع والسكر تمام ركز عليها بس وممتاز غيش غير الشوفان الشوفان واخذ وصله مثلا جبنه القريش ايه كويس او وجبه صدور دجاج تقريبا هذه في وجبه واحده هي المرتدله هذه في وجبه واحده
لا ليه ما توزعها طيب؟ يعني الشوفان كافي، الشوفان كافي. بعدها إذا تبغى تأكل جبنة قريش أوكي، بعدها بساعتين أوكي، بعدها المرتدلة اللي هي قصدك الديك الرومي صح؟ الديك الرومي مظبوط. إيه أوكي، في نوع في الديك الرومي 0.99 خالي من الدهون. تمام. إيه هذا نوع، هذا ممتاز ممكن تعتبره وجبة، لكن حرام مع بعض لا ما ينفع، وزنك كذا لا ما ينفع. وزعها أوكي ممتاز. طيب يعطيك العافية شكرا. هلا بك، بس عشان خلاص ما بقى وقت. بدر يلا يا بدر. أيوه هلا بك، من وين يا بدر؟ أنا كسنادي من مدينة معك. يلا قول يا بدر. أنا قبل 3 شهور كانت عندي مشكلة اللي هو في الدهون الثلاثية، كانت عندي زايدة في أسفل البطن. أيوه. فالدكتور قال لي إنه لازم تخفيفها يعني خلال 3 شهور، موعدي تقريبا بعد 2 أسبوع. خلال 3 شهور أنا ما قدرت أروح نادي لأنه عندي دوام الجامعة من 8-9 أو عفوا من 9-3، من 3-11 عندي دوام شغل ثاني. تمام؟ دوامك وشغل ثاني من متى لمتى؟ من يعني من 9-3 في الجامعة ومن 3-11 الليل في الدوام. وما في نادي بعد 11 بالليل؟ ما أقدر، ما في مجهود، صعبة. ودوامي من 8 الصباح وزي كذا فصعبة. ما في عندك بريك أبدا؟ ما حاولت كذا يومين ما ست مجهود مو طبيعي، ما اقدر اكمل على النادي. طيب فاللي انا سويته انه قللت اكل وخلال 3 شهور تقريبا نزلت 12 كيلو 13 كيلو بس نزلت، وحتى اللي شافني لاحظ اني وزني خف وزي كذا، بس الدهون لسه فيه. طيب انت الدهون الثلاثيه ذي من اصعب الدهون، فاذا انت ما تمشي ولا تتحرك مستحيل تتخلص منها. لا انا امشي. انت تقول ما امشي تو في اليوم تقريبا 2 كيلو 3 كيلو يعني تمشي في اليوم فوق النصف ساعه؟ رايح جاي. تمشي في اليوم نصف ساعه تقريبا، اكثر من نصف ساعه. ممتاز. طيب ايش المشكله؟ المشكله ان الدهون ما تروح. اللي وين؟ في اسفل البطن. تلعب تمارين للبطن؟ تلعب تمارين للبطن؟ والله لا، لا ما بتروح، ما لازم تلعب تمارين للبطن. هو مشكلة يعني حتى النظام الغذائي، مو النظام الغذائي بعطيك. تبغى تمارين تسويها في البيت للبطن؟ لا عندي التمارين، هو مشكلة فوق انه في التمارين نفسه. مشكلة انه انا ما اسوي تمارين. طيب يعني المشكلة عندك. ما في شيء انه انا ما اقدر، ما في شيء انه انا ما اقدر، ما في شيء انه انا ما اقدر. في ناس تداوم 12، في ناس تداوم 12 ساعة وتكرف كرف وتروح النادي. ما في شيء اسمه ما اقدر. انا اعطيك نصيحه، ما في شيء اسمه اقدر. في الاول والاخير انت بتجلس تتعب عشان نفسك، مو عشان الدكتور راح الدهون ولا ما راحت. اللي عندك ما له دخل، اي احد شخص ما له دخل. الفايده لك انت، فكر في نفسك، وقف عند المرايه وارفع التيشيرت وشوف بطنك. اذا عجبتك لا تسوي شيء، اذا مو عجبتك تحدى نفسك. لازم تتحدى يعني. لازم تتحدى نفسك، صدقني لازم تتحدى. لا انت ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا شيء. انا معي واحد في النادي، يا ريت انه يسمعني الان، والله امس جالس جنبي وانا دائما اشوفه، اتمنى انا لي شرف لو يدخل معي في النادي. واحد يعني عنده اعاقه ما يقدر يمشي كويس، يومين يجي النادي ويومين يمشي على السير ويومين يتمرن حديد. هذا مو هذا حطه فوق راسي، عنده اعاقه ها، اقسم بالله العظيم هذا مو يستاهل انه يطلع في الاذاعه، هذا المفروض يقدم برنامج. شفت عنده اعاقه ها، حط تحتها 1000 خط، ما قال أنا ما أقدر. أوكي يعطيك العافية حبيب. فتقدر أنت وغيرك وغيرك وإنتي 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 تقدر. ما في شيء اسمه صعب، ما في شيء اسمه أنا ما عندي وقت. أنا لو أقولك تعال نسافر برا على طول طرت معي، والله العظيم. لو أقولك تعال ناخذ شاليه على البحر ونقعد 2-3 أيام وننبسط وكل شيء بتروح معي. لو أقولك تعال في كل شيء بتروح معي. وين الحماس حقك ذا؟ يعني درجة والله إبراهيم قبل أمس أو ذا أرسل لي واحد على سناب قال يا أخي أنت عندك هوس في التمارين وذا. فأنا يعني أنا من نوع يعني أنا كويس إنه أنا ما رديت عليه. إذا عندي هوس في التمارين وعندي هوس في الرياضة فأنا مبسوط جدا، أحسن ما يكون عندي هوس في حاجة ثانية. والله العظيم يعني ترى جسمك مهم جدا 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 بالنسبة لك. نصيحة إذا تقدر الآن بعدين في بالعمر ما تقدر. الآن تمشي على رجلينك وصحتك وقوتك بعد الله بيدك. والله ما حد بيفيدك، اللي معك الآن بكرة بيخليك.
ما حد بيفيدك نصيحة. اي بيجيك امراض، بيجيك سكر، بيجيك ضغط، بيجيك مشاكل في الشرايين، بيجيك كل شيء. ما حد بيفيدك يا بطل الا نفسك، نفسك ثم نفسك ثم نفسك. الان بتروح وتنبسط وتاكل وتخربها وكل شيء، وبعدين مني بيدفع الثمن؟ ترى انت، ترى انت، لا انا ولا غيري ولا حتى ابوك ولا حتى امك ولا حتى بيزعلوا عليك وبيذا، وبعدين مين اللي بيتعب؟ انت. اوكي، نصيحه، نصيحه، هذا 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 الختام اللي انا اقوله لكم، نصيحه. اللي حاب اي حاجه ما قدرت اجاوبه يدخل لحسابي في الانستغرام كابتن وليد الخضير بالعربي، او في السناب كابتن وليد الخضير، واللي اقدر اجاوب عليه يعني بجاوب عليه. ولما انت ترسل يعني والله بس عشان عندي اشياء كثيره برد عليك، بس اعطيني وقتك، اعطيني وقت وابشر برد عليك. مع السلامه.